من قرية الستين في بحر الأدب، يا من قرية الستين في بحر الأدب، لا تغفل كل سائل أعطيه جوابه. إذا قصدك بالخير، إذا قصدك بالخير لا تغلق له باب، إذا قصدك بالخير لا تغلق له باب. دير الخير والشر عندك تدير بحسابه. ديرتك لك في الله، ديرتك لك في الله تذفر التواب. ديرتك لك في الله تذفر التواب، يأتيك بالحسن ويفتح لك بابه. جواب من قصدوك يا سيدي، جواب من قصدوك، وسال وسال عن من غابوك.